زادت حمى النهائي الموعود ومواجهة إيمان خليف والصينية ليو يونغ في فئة الملاكمة أقل من 66 كيلوغرام وتعيش عائلة الصينية ليو يونج على الأعصاب خاصة وأن النهائي لن يكون سهلا أمام بطلة جزائرية صنعت الحدث وضربت بقوة من أول منازلة وقبل التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وترك تعليق وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إذن اجتماعات يومية بين عائلة الملاكمة الصينية مع الأقارب والأحباب بمسقط رأسها مدينة شيفينغ التابعة لمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم لمتابعة أخبارها ونزالها مع إيمان خليف وتأثرت والدة الصينية لويان كثيرا حتى وصل بها الأمر لحد البكاء عليها فرحا بوصولها للدور النهائي من جهة ثم خوفها عليها من مواجهة إيمان خليف وأكدت الوالدة في حديث لصحافة الصينية أنها تتمنى من ابنتها مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وهي مدركة تماما ككل الصينيين أن مهمتها صعبة أمام ابنة تيارة والجزائر حتى أن بعض الصينيين تخوفوا كثيرا على بنت بلدهم من قوة ضربات إيمان خليف وطالبوا في تعليقات كثيرة بانسحاب اليو يونغ حفاظا على سلامتها ما رأيكم في ذلك شاركونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد